تحديات الرموز. متابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا الرابع عشر الذي ينطلق في هذه اللحظات، الشوط خاص بالابكار المحليات الاصايل وشوط الختام. نذهب مع هذه الشعارات ونتابع هذه الانطلاقة المميزة والصدارة. هناك مباشرة وأول المراكز منصورة هنا على الصدارة، فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي هنا مع منصورة على الصدارة، وثاني المراكز أتابع هنا ثاني المراكز في هذه اللحظات، ثاني المراكز وتابع هنا ظنون لعبد الله بن سعيد بن احمد الرميثي هنا من تشكل هذه الانطلاقه الثنائيه على الصداره في هذه اللحظات. ثالث المراكز وتابع هنا القدوم من الشاهينيه لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي مع ثالث المراكز ورابع المراكز في هذه اللحظات. دوشة هنا قادمة، غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين مع رابع المراكز وخامس المراكز، وتابع الاسم القادم في هذه اللحظات. هنا ناصية خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي على خامس المراكز وسادس المراكز، وتابع الأسماء، وتابع الانطلاقات والتحديات. هنا سادس المراكز مياسة فهد بن سيف، دوشة 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 الله قادمة هنا مع رابع المراكز غانم من مصر بن غانم آل سيف الخيارين، وهناك وتابع أيضا القدوم من ناصية خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، ولكن الله 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 العصا في الابطال الى هذه اللحظات. هنا مع ظنون الاداء تلقائي، الانطلاق تلقائي، بسم الله ما شاء الله على هذا الاداء على هذا الانطلاق. هنا مع ظنون الله يا ظنون، هنا مع الصداره مع انطلاق ايضا شعار عبد الله بن سعيد بن احمد الرميثي، هنا مع الصداره بدات في الانطلاق، هنا مع الصدارة بدون أي توامر إلى هذه اللحظات. الله الله يا ظنون، وهذا الأداء المميز الله عبد الله بن سعيد بن أحمد الرميثي، سلام يستمح سلام يذهب السلام هنا من والمرة الثانية، هنا يذهب السلام إلى هالي السمحة من الأربعمية متر الأخيرة، سلام يا السمحة على هذا الأداء على هذا الأداء على هذا الانطلاق. قامت الشوطرات وانهت الشوطرات بدون أي أوامر إلى هذه اللحظات. الله يا هذا الأداء، الله يا هذا الانطلاق، تهانينا والناموس لمالك ظنون عبد الله بن سعيد بن أحمد الرميثي. الله بدأت الأوامر بدأ الانطلاق، بسم الله ما شاء الله. مشكور يا الرميثي، مشكور أيضا على هذا الأداء المميز وانطلاق أيضا ظنون في شوط الختام، من سجلت أيضا الناموس ثاني المراكز. ثاني المراكز دوشة لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، ثالث المراكز ناصية لخليفة بن محمد بن زهرة الخيالي، ورابع المراكز الشاهينية لخالد بن حمدان الفلاحي، وخامس المراكز كان الوصول مشعار محمد بن معتوق العامري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى متابعينا مستمعينا الكرام. شوط الختام ذهب مع ظنون، من سجلت أيضا هذا الناموس، تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن احمد الرميثي. هذه ظنون وساعة وصولها الى خط النهاية، معلن الفوز والناموس 12 دقيقة 37 ثانية، خمسة اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن احمد الرميثي على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول، اتابع هنا دوشة وساعة ايضا وصولها الى خط النهاية، غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، ولكن هناك ناصية من كانت على ثاني المراكز. تهانينا لخليفة بن محمد بن زهر الخيلي، 12 دقيقة 45 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، وأيضا كانت ثالث المراكز دوشة لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، 12 دقيقة و45 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع، والكلمة تعود
مع ايضا الملخص مع الزميل والمبدع دائما سالم بن علي الحبسي.